أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ تتابعون فيها. الجبير يقول لكندا تدخلكم مرفوض، وترودو يرد سنواصل الضغط بشأن سجلات حقوق الإنسان للدول. رموز سعودية تواصل الدفاع عن حقوق المرأة المضطهدة ولكن في كندا. رشيدة طليب أول مسلمة مرشحة لمقعد في الكونغرس الأمريكي. الفنان محمد صبحي رافضا الضرائب على المسرح. أنا مش بقال، ومغردون يقولون عذب ولادي ولا تعض رغيفي. كل هذا وأكثر في هاشتاغ فتابعونا. أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاغ. ندعوكم دوماً أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر. بإمكانكم أيضاً أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. البداية من القصف الذي تعرض له قطاع غزة قبل قليل وأسفر عن إصابة 4 فلسطينيين، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على قطاع غزة مساء اليوم، استهدفت مواقع لكتائب القسام. وأفاد شهود عيان أن طائرات إسرائيلية قصفت موقعا للشرطة البحرية غرب مدينة غزة وموقعا لكتائب القسام غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا هناك من قطاع غزة. وكان النشطاء قد تداولوا مقاطع لسقوط صواريخ المقاومة على مستوطنة إسرائيلية قرب غزة، وقد أسفر القصف عن إصابة 4 جنود من قوات جيش الاحتلال مساء اليوم. نتابع. إلى الأزمة السعودية الكندية المتواصلة، حيث قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريحات للصحفيين قبل قليل، قال إنه سيواصل الضغط على الدول بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان حتى مع استمرار تصاعد أزمته مع السعودية وأزمة كندا مع السعودية، والتي نجمت عن انتقاد أوتاوا العاصمة الكندية لسجل المملكة في هذا المجال. في حين قال وزير الخارجية السعودية عادل جبير، قال اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بالرياض إن ما وصفه بتدخل كندا في الشأن الداخلي للسعودية أمر غير مقبول، مضيفا أن بلاده لا تقبل الإملاءات ورافضا لأي وساطة لحل هذه الأزمة، موضحا أن بلاده تبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا.
وكانت الرياض قد بدأت في نقل نحو 14,000 من الطلاب والمرضى السعوديين من الجامعات والمستشفيات الكندية إلى دول أخرى. وبالتزامن، كما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن السعودية أصدرت توجيهات لمديري محافظاتها الاستثمارية أو محافظها الاستثمارية في الخارج لبدء بيع ما بحوزتهم من الأصول الكندية. تواصل الأزمة بين الطرفين لا يزال يلقي بظلاله على منصات التواصل. مدير منظمة هيومان رايتس ووتش كينيث روث قال على حساب على تويتر إن توقيت هجوم محمد بن سلمان على كندا بسبب احتجاجها على قراراته القمعية يشير إلى أن هدفه الحقيقي هو ثني الحكومات عن مواصلة تحقيقات الأمم المتحدة في جرائم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن والمزمع عقدها الشهر المقبل، مختتما تغريدته بأنه حان وقت مضاعفة دعم تحقيق الأمم المتحدة. من جهتها، ترى الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كندا ليس سببه الوحيد انتقاد الأخيرة للعلاقات أو عفوا للاعتقالات في السعودية، بل رفض كندا فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران كما فعل ترامب. في حين غردت الكاتبة السعودية إيمان حمود تقول: أتفهم غضب السعوديين مما يصفونه تدخلا كنديا في الشؤون الداخلية، لكني لا أتفهم أبدا فبركة التقارير عن الوضع الحقوقي والإنساني في كندا التي قطعت أشواطا طويلة في هذا المجال وعلى لسان جهات إعلامية نحترمها. هذا التصرف غير مبرر ويفقد المصداقية وبات مجالا للتندر في أوروبا. فيما يرى أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله إنه ليس حقيقيا أن الرياض بالغت في رد فعلها تجاه بيان حقوق الإنسان الكندي. رد الفعل السعودي كان سريعا محسوبا بدقة مليئا بالرسائل، ويبدو أنه حقق هدفه المنشود محليا وعالميا. نذهب إلى ما كتبه الصحفي العربي المقيم في واشنطن صاحب حساب يحمل اسم روحاني، يقول: نكات وكمية تندر غير عادية على صفحات الكنديين بعد أن ترجم أحدهم تقارير الإعلام السعودي حول حقوق الإنسان في كندا. شئنا أم أبينا، الحرج واقع علينا جميعا. في حين نشر الكاتب السعودي جمال خاشقجي مقالا في صحيفة واشنطن بوست أشار فيه إلى أن السعودية لا تستطيع تحمل افتعال معركة مع كندا. قال خاشقجي في مقاله إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكشف أنه لن يتسامح مع أي معارضة علنية لسياساته المحلية. وأضاف خاشقجي أن هناك طرقا أخرى يمكن للسعودية من خلالها تجنب النقد الغربي لها، من خلال الإفراج عن ناشطي حقوق الإنسان ووقف عمليات الاعتقال غير الضرورية والتي شوهت صورة السعودية. ولو فعلت فعلت هذا بالإفراج عن المعتقلين فإنها ستنقذ ما تبقى من سمعة لولي العهد. نذهب الآن إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونبقى مع المملكة العربية السعودية، حيث قال حساب معتقلي الرأي أنه تأكد من خبر تعرض السيدة فاطمة الحامد ابنة مؤسس جمعية حسم
الدكتور عبد الله الحامد تعرضها لحملة شرسة من الابتزاز والتهديد، وذلك ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات ضد الناشطين في الخارج. أضاف الحساب: تأكد لنا وجود السيدة أمل الحربي زوجة عضو جمعية حسم فوزان الحربي، تأكد لنا وجودها في سجن ذهبان، وللمعلومية فقط هي ليس لديها أي أنشطة حقوقية لا حاليا ولا سابقا. السيدة أمل اعتقلت قبل 10 أيام أثناء وجودها في نزهة مع ابنيها دينا ومروان عند كورنيش جدة من قبل قوة متخفية بلباس مدني. وأشار الحساب إلى أن السلطات تستمر في ابتزاز النشطاء الحقوقيين خارج المملكة، وأضاف أيضا الحساب قائلا: الابتزاز جريمة من كبرى الجرائم الحقوقية بحق الناشطين، فخلال الأشهر القليلة الماضية فقط تم اعتقال والدة وشقيق الناشط عبد الله الغامدي، ومنع ابناء دكتور سعيد بن ناصر من السفر، وتهديد الناشط عمر بن عبد العزيز باعتقال أفراد من عائلته، والإساءة لعائلة المحامي سلطان العبدلي. وبخصوص التهديد الذي نال عائلة الناشط عمر بن عبد العزيز، غرد عمر قبل قليل يقول: كل وسائل التواصل بيني وبين أصدقائي وأخي مقطوعة الآن، لا أستطيع تأكيد خبر سلامتهم أو اعتقالهم، سأحاول التأكد من خلال الساعات أو الأيام القادمة. شكرا لكل من سأل ودعا وتذكر. أما جيش الذباب فالنحل الموازي لهم سيتم تفعيله قريبا بإذن الله. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فازت الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس النواب الأمريكي، لتقترب بهذا من أن تصبح أول أمريكية مسلمة تنتخب لمقعد في الكونغرس. ولم ينافس رشيدة طليب أي مرشح من الحزب الجمهوري أو أي حزب آخر في الانتخابات التمهيدية على مقعد المقاطعة، ما يعني قرب فوز رشيدة بالمقعد خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. المزيد في هذا المقطع إذن من شبكة رصد للتوضيح أكثر ولمعلومات أكثر. Hearing from people across the country who want someone like me to win. People like us are not running for office. People that have experienced the broken immigration system are not running for office. And it's inspiring the nation to the possibility of someone like me with my name being Muslim and the possibility of being the first Muslim woman ever elected. The fact that that is like the American dream. ردود فعل واسعة حول فوز رشيدة طليب، حيث كتب مدير عام مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نهاد عوض قائلا على حسابه على تويتر: فوز رشيدة هو رسالة أمل قوية للشباب المسلم الأمريكي والمهمشين في المجتمع، ورسالة تحدي لسياسات الرئيس ترامب العنصرية ضد المسلمين والأقليات. أما الأكاديمي الكويتي عبد الله الشيجي فقال: تذكروا رشيدة طليب، يفصلها خطوة واحدة لتصنع التاريخ وتصبح أول نائبة أمريكية مسلمة فلسطينية في الكونغرس. أما الناشط وصانع الأفلام الوثائقية مايكل مور نشر صورته بصحبة رشيدة وعلق قائلا: انتصار، فازت رشيدة طليب بترشيح لمقعد ديترويت لتصبح أول امرأة مسلمة في الكونغرس، إنها أمريكية فلسطينية وإنها تؤمن بالاشتراكية الديمقراطية، لكن الأهم من ذلك أنها تتمتع بطيبة القلب والروح والشجاعة لتقودنا إلى غد أفضل.
الآن إلى مصر، والتي أثارت فيها تعليقات الفنان محمد صبحي بشأن احتجاجه على فرض ضرائب على قطاع المسرح في مصر. أثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا في الساعات الماضية. الفنان محمد صبحي كان قد صرح في لقاء تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء معترضا على فرض الضريبة، قائلا: أنا مش بقال يا دولة، أنا فنان ممثل، ويجب الاهتمام بالثقافة والفن ومراجعة قيمة الضرائب المفروضة علينا، مضيفا أن المسرح يتم محاربته لأن الدولة حصلت على حقها من المواطن. بالطبع لم ينتظر المدونون كثيرا، وقاموا بإعادة نشر مقطع سابق للفنان محمد صبحي وهو يقسم ويؤكد: لو سيسي سجن ولادي وعذبهم هستعوض ربنا. نتابع. نفسي لو الرئيس مصر خد ولادي وعذبهم وسجنهم، اقسم بالله هستعوض ربنا، بس اقسم بالله ما يتمس فيكي تراب في مصر ولا يتهد فيكي طوبه. بالطبع انهالت التعليقات الساخره من تصريحات محمد صبحي. نستعرض بعضها من على فيسبوك. الناشط الحقوقي جمال عيد معلقا على التناقض بين الموقفين يقول: عذب ابني ولا تعض رغيفي، أقوى المأثورة، ساعة الدهورة جاب ورا، مثل مصري. نذهب إلى إسماعيل، إسلام إسماعيل، والذي قال: مش قالوا لو السيسي طلب عيل من عياله هديهوله، بس هو طلب اللي في جيبه فراح زعل وتقمص. مروة تقول: يعني إيه المسرح أو المسرح ما يدفعش ضريبة؟ المفروض المسارح والسينمات وشركات الإنتاج تدفع، والممثلين يدفعوا ضرائب على المسلسلات والأفلام اللي بالملايين، ولا أنتم تاخدوا ملايين وتوصونا احنا بالصبر والتبرع للغلابة؟ شوفوا كم واحد في الوسط الفني متهرب من الضرائب يا شيخ التقول. لا. أما يسر تقول: يسر في هذه التدوينة البقال ده مهنته أهم من مهنتك، على الأقل إحنا من غير البقالين مش هنلاقي احتياجاتنا من البقالة، لكن في حالة عدم وجود مسرحك أو وجودك أنت شخصياً مش هيحصل لنا حاجة. هو ده اللي كنت بتعلمه للناس من أعمالك، احترام أصحاب المهن، دلوقتي بتضرب بيهم، مثل سيء. تداول المغردون صوراً لقيام نادي بيراميدز المملوك لتركيا للشيخ اليوم الأربعاء بتجديد ملعب 30 من يونيو، المعروف باسم ملعب الدفاع الجوي، وقد على شعار نادي بيراميدز مقدمة الملعب قبل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي اليوم، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين. اختار النادي المملوك للمستشار بالديوان الملكي ملعب الدفاع الجوي ليكون ملعبه الأساسي الذي تستضيفه أو تستضيف مبارياته خلال الموسم الجديد. من جانبه أجرى مسؤولو بيراميدز تعديلات كبيرة على الملعب الذي شهد مقتل 19 شخصا من مشجعي نادي الزمالك قبل عدة أعوام على يد قوات الأمن المصري. وقد انقسم المدونون حول هذا الأمر. دعاء مثلا قالت: حتى استاد الدفاع الجوي بتاع الجيش مستني فلوس تركيا للشيخ. محمد لطفي يقول: سؤال بريء، هو يحق لأي نادي اختار ملعب ليه في الدوري انه يغير الكراسي والديكور والاستاد باسمه، كأن ملكية استاد الدفاع الجوي اتحولت لنادي الأهرام. الصحفية آلاء عمر تقول: نفسيا استاد الدفاع الجوي صرته تضايق، لكن حقيقي بيراميدز غيروا شكله تماما، والأول مرة هنشوف استاد عالمي من الداخل وكأرضية ملعب. إلى هنا إذن مشاهدينا تنتهي حلقة الليلة. تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص لعل واقع يتغير أو وعي يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.